محمد عبدالعظيم channel present. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وسؤال الحقيقة محير، يعني هتلاقي العلماء مختلفون في إجابة هذا السؤال على طوائف شتى، وده برضو مقصود. يعني كان ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحسم القضية بإجابة السؤال، لكن هو يترك هذا الأمر لنتدبر في الكتاب العظيم القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن؟ السؤال بيقول لماذا سميت سورة البقرة بهذا الاسم؟ ليه سورة البقرة اسمها سورة البقرة؟ بعض الناس بتجيب إجابات سطحية تقول لك لورود سورة قصة البقرة في سورة البقرة. طب ما هو في 20 30 40 100 حاجة موجودة في سورة البقرة، اشمعنى سورة البقرة بهذا الاسم تحديدا؟ قصة البقرة نعم جاءت في سورة البقرة، طب ما في قصص أخرى جاءت في سورة البقرة، ما في قصة سيدنا سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، في قصة العجل، يعني في قصص بني إسرائيل كتير، قصة طالوت موجودة في سورة البقرة، قصص رفع الجبل فوق بني إسرائيل، يعني أكثر من قصة خاصة ببني إسرائيل، وفي قصص غير بني إسرائيل، في قصة آدم عليه السلام، في قصص إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثلاث قصص موجودة في سورة البقرة لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في قصة الرجل الذي أمات الله 100 عام ثم بعثه اللي هو في بعض الروايات أنه هو العزير عليه السلام أو غيره، يعني إن شاء الله ممكن في الخواطر نأتي إلى قصته. فهذه قصص كتيرة جدا جاءت في سورة البقرة. ربنا من وسط كل هذه السور، من كل هذه القصص، اختار قصة البقرة ليعطي السورة اسمها سورة البقرة. في حاجات تانية غير القصص، في آية الكرسي. ممكن أنا بالمنطقة أقول أسمي سورة البقرة سورة الكرسي، إن فيها آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل كما مر بنا في خواطر سابقة، فيها خواتيم سورة البقرة، أخذ أي كلمة من كلمات الخواتيم وأحطها كمقدمة أو كسورة اسم للسورة. في تشريعات كتيرة، سورة التشريعات، سورة الأحكام، سورة، يعني اقتراحات كتيرة جدا جدا جدا. من كل هذه الاقتراحات ربنا سبحانه وتعالى اختار اسم سورة البقرة. أنا بقول ربنا سبحانه وتعالى اختار هذا الموضوع، يعني هذا الموضوع يا أخواننا وأخواتنا توقيفي،
يعني ايه توقيفي؟ توقيفي يعني نحن نتوقف فيه على ما اختاره الله عز وجل واختاره رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يعني هذا نص، مش اقتراح من الصحابة، مش مثلا مجموعة الصحابة او العلماء بعد كده سموا سورة البقرة سورة البقرة، لا، هذه تسمية ربانية. ومر بينا قبل كده الحديث بتاع لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هو الرسول سماه كده صح، وقال اقرأوا الزهروين، البقرة وسورة آل عمران. يعني هو نفسه صلى الله عليه وسلم في حياته وهو عايش مسميها سورة البقرة، ولما يقول سورة البقرة الناس تفهم على طول انه يقصد هذه السورة كلها على بعضها بقصة البقرة وبغيرها من القصص او بغيرها من الايات بقى 286 آية سورة البقرة. يبقى اسماء السور توقيفية، ربنا هو اللي سمى سورة البقرة البقرة، سمى آل عمران آل عمران، النساء النساء، المائدة المائدة، هذه تسمية ربانية، فلازم تكون لها معنى ولها هدف ولها حكمة، ما في شيء عبث، كل شيء بحكمة وتفصيل. برضو ترتيب سور القرآن الكريم توقيفي. يعني ايه توقيفي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اختار ان تكون اول سورة في سورة في القرآن الكريم الفاتحة، وراها مباشرة البقرة، وبعدين آل عمران، وبعدين النساء، الى اخر القرآن لحد سورة الناس. الترتيبة دي ترتيبة ربانية، اختيار رباني توقيفي، ملناش فيه احنا، ده هو سبحانه وتعالى اختار. فهو سبحانه وتعالى يريد لقارئ القرآن اذا قرأ فتح كتابه انه اول حاجة يشوفها سورة البقرة، ومسميها سورة البقرة، يبقى اول حاجة هتقرأها البقرة، الكلمة اللي هتيجي في دماغك على طول اول ما تقرأ البقرة، سورة البقرة. لا، الكلام ده اكيد مقصود، في هدف معين ان انا ابتدي القرآن كده. احنا كبشر ممكن اقتراحاتنا ممكن تبقى مختلفة، لو انا هرتب القرآن الكريم كبشر اعمل ايه؟ مثلا ممكن ابتدي القرآن الكريم بصورة اسمها على اسم الله عز وجل، مش كده؟ مش هو اللي نزل القرآن سبحانه وتعالى؟ اقول مثلا سورة الرحمن بأول سورة، زي ما اي مؤلف من البشر بيكتب كتاب بيعرف نفسه في الكتاب، اسم الكتاب، صاحب الكتاب. كان ممكن احنا يخطر بالنا كده الرحمن او غافر، وغفر هو الله سبحانه وتعالى، او فاطر هو الله سبحانه وتعالى، او اقدم بصورة بتتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اول ما اقرأ القرآن اقول مثلا سورة محمد، ده الذي نزل عليه القرآن، أو سورة المزمل أو المدثر وكل رسول السلام، أو أتكلم على القرآن الكريم نفسه أقول مثلا سورة فصلت. فصلت هو إيه اللي فصلت؟ آيات القرآن الكريم. فأبتدي بهذا الكتاب أقول والله سورة فصلت بتشرح لي تفصيل القرآن الكريم وإحكام القرآن الكريم، أو أبتدي زمني أنزل أقول أول سورة تبقى العلق، أول سورة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق مثلا. لا، ربما عمش ده كله لهدف ما اختار سبحانه وتعالى أن يبدأ القرآن الكريم بسورة البقرة، اسم البقرة. لازم أنا أقف قدام هذا الاسم وأفكر ليه كل واحد بيدلي بدلو. أنا سمعت حاجات كتير حقيقة وقريت حاجات كتير، بس اللي أنا شايفه، وبالذات احنا بنتكلم دلوقتي في السيره النبويه، يعني احنا بنقول ان خواطر سوره البقره دي عباره عن فصل من كتاب السيره النبويه اللي بكتبه، فاسمه فصل نزول سوره البقره. فلما باخد المرحله الزمنيه التي نزلت فيها سوره البقره بقدر افهم ليه ربنا سماها سوره البقره. المرحله الزمنيه زي ما قلنا في اول العهد المدني، زي ما قلنا مرارا، من شهر شوال سنه 1 لشهر شعبان سنه 2، في العشر شهور ديت نزلت سورة البقرة على العشر شهور معظمها، في طبعا آيات اتأخرت. طب الفترة ديت فترة ايه؟ الفترة دي فترة بناء الدولة المسلمة. ما كانش عندنا دولة قبل كده، قبل كده كان المسلمين عبارة عن مجموعة مضطهدة في مكة المكرمة، قيادة مكة المكرمة للمشركين، والمسلمين عايشين وسط المشركين او بعضهم مهاجر للحبشة،
او بعضهم عايش في القبائل بتاعته ولم ياتي الى مكه بعد، لان لسه ما كانش في هجره. فدلوقتي بقى في هجره للمدينه، بدانا ننشئ دوله في المدينه المنوره. المسلمون في بدايه انشاء دولتهم يحتاجون لهذا المعنى الذي في سوره البقره او في قصه البقره. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نزل السوره في اول العهد المدني يسمها البقره، عشان المعنى اللي جوه قصه البقره في سوره البقره يترسخ في ذهن المسلمين وهم لسه بيبنوا دولتهم. لو المعنى ده ترسخ هتكمل حياتك صح، لو ما فهمتش المعنى ده كل اللي جاي بعد كده هيكون ضعيف. ايه هو المعنى ده؟ عشان افهم المعنى ده لازم ارجع لقصه البقره. احنا مش هنفسر القرآن الكريم زي ما قلنا في اول خاطرة، احنا بس بنذكر بعض الخواطر حواليه، فبعض الخواطر حوالين قصة البقرة، وهفهم منها السبب في تسمية سورة البقرة بالبقرة والسبب في تصدير القرآن الكريم بسورة البقرة. القصة عبارة عن ايه؟ قصة البقرة في سورة البقرة، قصة بقرة بني اسرائيل. القصة ببساطة في واحد اتقتل في بني اسرائيل، واحد قتل واحد. فربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام، عايزين تعرفوا اللي قتلوا اذبحوا بقرة وخد جزء من البقرة اضرب بالميت هيصحى هيبعث يقول على اسم من قتله ويموت مرة ثانية. بس كده. طبعا بني إسرائيل شافوا من الآيات والمعجزات ما لا يحصى، كل يوم آية معجزة، عندهم أنبياء كثر وعزالة سبحان الله كفروا. المهم إن هو ده، دي القصة، دي ببساطة الموضوع، إن في واحد اتقتل، إحنا عايزين نعرف مين اللي قتله. اللي قتله هنعرفه عن طريق ضرب الميت بجزء من بقرة مذبوحة، أي بقرة. فنزل التكليف الرباني بذبح بقرة. بنو إسرائيل مش عايزين يذبحوا البقر. تخيل، هو هيسأل ويجادل ويناقش بهدف عدم التنفيذ. هي دي مشكلة كبيرة، هو جواه مش عايز ينفذ، جواه مش عايز الميت ده يضرب ويبعث ويدل على اسم القاتل. لسبب أو لآخر عايزين الجريمة تفضل مخفية كده، مقيدة ضد مجهول، فمش عايزين يستجيبوا الكلام ربنا سبحانه وتعالى، بس ما بيقولوش كده صراحة. يمطلوا مطل مرة واثنين وثلاثة واربعة. أول أمر تكليف، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. شوف اللص، بقرة نكرة، يعني أي بقرة، أي بقرة كان يكفيهم أدنى بقرة. أول بقرة قبلوها ياخدوها يذبحوها يضربوا الميت بجزء منها خلاص اتحلت القضية. قالوا أتتخذنا هزوة. شوف أدي أول قصة، أول المشكلة رفض التكليف والمماطلة فيه. لا احنا مش عاجبنا الموضوع البقرة العام ده، ادينا وصف كده للبقرة. لما قالوا الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى شدد عليهم، انتوا كنتوا مش عايزين مش اي بقره كده، عايزين طبعا تفصيل اكتر، خلاص شدد عليكم. فنزل تشريع تاني، قال سبحانه وتعالى بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لا فارض، الفارض هي البقره المسنه كبيره في السن، والبكر الصغيرة في السن، يعني هي وسط لا كبيرة ولا صغيرة. لو لقيتوا بقرة كبيرة مش هتنفع، ولو لقيتوا بقرة صغيرة مش هتنفع، فلازم بقرة متوسطة في العمر. كده بدأت الشريحة الواسعة تتضيق، يبقى هم ضيقوا واسعا على أنفسهم. بدل ما كان قدامنا 2000 بقرة نذبح منهم بقى قدامنا 500. طبعا الناس اصحاب البقر بيسمعوا المعلومات ديت فرحانين، لان الناس اللي عندهم البقر المتوسط ده هيبتدوا يغلوا سعرها، عارفين انها بقت مطلوبه.
فهيتشدد عليهم في البحث ويتشدد عليهم في الثمن، وهم اللي جابوا نفسهم في الاخر. ربنا سبحانه وتعالى لا تضره معصيه ولا تنفعه طاعه، انت المضرور بالتشديد الذي فرضته على نفسك بهذا الجدال وهذه المماطله في التنفيذ. ام قالوا له لا، ما لونها البقر؟ الوان مختلفه، البقر كله يا عم لون واحد، ما كله اصفر على بني على كذا، اي بقره؟ لا لونها ايه؟ من ال 500 دول تحدد لنا بعضهم. يا سلام، هو مش عايز يذبح، هو مش عايز ينفذ، وربنا مطلع على القلب، بيسال عشان يهرب من التنفيذ. قال له بقره صفراء فاقع لونها، فاقع يعني صافي، لونها صافي وفائع. فديت ايه؟ ديت صفة ال 500 بقوا 100. طبعا الارقام ديت ارقام عشوائية مش صحيحة، يعني بقول لك مديك مثال، يعني كانوا في الاول مثلا 2000 بقوا 500، قالوا لا عايزين لونها ايه؟ قال لهم بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فال 500 بقوا 100، قالوا لا برضه، ده التشريع الثالث اهو رفضوه، عايزين تفصيل اكتر. قال لهم طيب خدوا التشديد الرابع. انا ده تصرف غبي، اللي بيناقش رب العالمين سبحانه وتعالى في التكليف ده مناقشه غبيه، مش هدي على نفسك، انت في الاخر هتنفذ. يا اخي قول سمعنا واطعنا، هيبقى ايسر عليك واقرب الى الله عز وجل والطف في العباده، يبقى انت عابد لله عز وجل حقا، مش عمال تجادل وتناقش كده. فكلموا النبي بتاعهم، لا موسى عليه السلام، لا قول لنا تفصيل اكتر. قال لهم طيب خدوا بقى التفصيل الاخير اللي هو قاضي عليهم. قال بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها. عايزين شرط واحد، خدوا اربعه، ضيقها عليكم على الاخر. لا ذلول تثير الارض كلها على بعضها، تثير الارض يعني تحرث الارض، تثير الارض تحرث، خلي بالك هي مش معناها تثير الارض بالاثبات، بالنفي. يعني ايه لا ذلول تثير الارض؟ بمعنى انها لم تذل في اثاره الارض، هي لا تثير الارض، يعني بقره مدلعه مرفهه ما بتشتغلش، قاعد عن سابة كده. ده البقر المرفه ده نادر جدا، كل البقر شغال. البقرة دي لا ذلول، محدش أذلها في العمل. لا ذلول تثير الأرض، لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مش شغالة في ساقية بتسقي، يعني لا بتزرع ولا بتسقي، مسلمة ما فيهاش ولا عيب، تماما تماما سليمة، أي عيب من عيوب البقر مش موجود فيها، لا شية فيها، ما فيهاش أي نقطة بيضة، الشية البياض يعني صفرة تماما، ما فيش نقطة صغيرة بيض، لو في نقطة صغيرة بيضة مش هتنفع، لو في عيب صغير كده في ودنها ولا في مناخيرها ولا في جسمها مش هتنفع، لو بتشتغل اشتغلت يوم من الأيام في الأرض مش هتنفع. يا الله، قعدوا يدوروا خلاص بقى، ده جاي ده كل مره بيديهم واحده، اداهم في اخر واحده اربعه اربع شروط في الاخر، قالوا ايه؟ ما قعدوا يدوروا ما لقوش الا واحده بس في كل المجتمع اللي عايشين فيه. حتى في بعض الروايات ان صاحب الواحده دي عرف انها بتاعته، قال لهم تمنها انك تذبحوها تاخدوا الجلد بتاعها فاضي تملوه ذهب، يعني وزن البقره ذهب، ده تمن البقر. جمعوا خلاص، ما عندهمش اختيار اكتر من كده، خلاص ما عادش الا واحده، واشتروا البقره ديت وذبحوها، وبجزء منها ضربوا القتيل فصحي باذن الله عز وجل، وذكر من قتله ثم مات. دي قصه البقره. ايه علاقه الكلام ده كله باللي احنا جايين عليه؟ احنا في سوره البقره، سوره التشريعات،
وسورة البقرة مقدمة للقرآن الكريم اللي هو دستور هذه الأمة، قانون هذه الأمة. كل ما تقرأ القرآن الكريم أو كل ما تقرأ سورة التشريعات، خلي بالك من قصة البقرة، هتجادل في الحكم هيتشدد عليك، هتتقاعس في التنفيذ هيتشدد عليك، وفي الآخر هتنفس. هتقعد الله مطلع على القلب، تسأل وتسأل وتسأل، بغية عدم التنفيذ ربنا سبحانه وتعالى سيفرض عليك ما هو أشد، ضيق الواسع. فمن أول القصة كده وإحنا لسه في بداية بناء الدولة المسلمة، فأول العهد المدني، يا أيها المسلمون استمعوا جيدا إلى قصة البقرة. لو عايزين فعلا تقيموا دولتكم دولة صالحة قوية وبأسهل الطرق في التكليف، اسمعوا وأطيعوا، قولوا سمعنا وأطعنا، ما تجادلوش. هتجادل في كل تشريع هتعمله أضعافه، خدته بسمعنا وأطعنا هيعدي. بقرة كانوا هيشتروا البقرة ديت بمئة درهم ولا بعشر دراهم، اشتروها بوزنها ذهب، شددوا فشدد الله عليهم. فنصيحة لكل مسلم يسمع أن الله قال سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ده الهدف ودي العبرة. Thank you for watching. Follow up our channel to see everything useful for your life and your hereafter.